وللمزيد مشاهدينا من المتابعة تنضم إلينا من العاصمة الهندية نودلهي موفدة أكسترا نيوز الزميلة إنجي طاهر. إنجي أهلا بك معنا إلى هذه التغطية الإخبارية. يعني خلال متابعتك لقمة العشرين إنجي وأنت موجودة منذ البداية، أبرز المواضيع التي ذكرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذه القمة والأفكار والإصلاحات التي يعني ذكرها، حدثينا عنها قليلا إنجي. صباح الخير رغدة. يعني هذه القمة التي تقعد تحت شعار أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد. نحن اليوم في اليوم الختامي للقمة. البارحة طبعا كان إعلان نودلهي وكان شامل عدة ملفات، كان طبعا متطرقا بالأزمة الروسية الأوكرانية، متطرقا لأزمة الغذاء العالمية. تم التأكيد على رفض التلويح باستخدام القوة في ضم أي أراضي. تم التطرق طبعا لملفات التوزيع العادل للثروات وفرص التنمية بين الدول النامية والدول المتقدمة. في اليوم الختامي للقمة ستعقد جلسة العمل الثالثة للطاولة المستديرة، نحن في انتظارها الآن تحت شعار مستقبل واحد، والتي تهدف إلى مناقشة شروط محددة حول كيفية التعامل مع قضايا مثل إصلاحات بنوك التنمية والمنظمات المالية الدولية، وهي نقطة تحدث عنها الرئيس السيسي أثناء مشاركته البارحة. وطبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في الصباح الباكر زار ضريح المهاتما غاندي برفقة قادة مجموعة العشرين، ووضعوا أكاليل الزهور على ضريح المهاتما غاندي. ومن المقرر أن يشارك قادة مجموعة العشرين كذلك في احتفالية غرس الأشجار، وثلاثها المشاركة في الجلسة الثالثة والأخيرة التي نتحدث عنها من قمة مجموعة العشرين تحت عنوان مستقبل واحد، والتي من المفترض أن تستمر لمدة ساعتين، يعقدها إقرار ربما أو مؤتمر صحفي نحن في انتظار. سيتضمن طبعا أبرز القرارات والتوصيات التي وافق عليها الزعماء المشاركون. كان رئيس السيسي قد شارك بالأمس في أعمال الجلسة الافتتاحية رغدة للقمة، وطبعا شارك كذلك في القمة الأفريقية الأوروبية المصغرة التي عقدت على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين، وجمعت قادة وممثلي دول ألمانيا وإيطاليا وأسبانيا وهولندا وفرنسا وجنوب أفريقيا ونيجيريا وجزر القمر باعتبارها دولة رئاسة الاتحاد الأفريقي. وطبعا العنوان العريض لهذه القمة هو دعوة الاتحاد الأفريقي ليصبح عضوا في الجي 20 بشكل رسمي، وذلك طبعا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ومؤسستي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث توافق الزعماء الأفارقة والأوروبيون أثناء هذه الجلسة أو هذه القمة المصغرة على أهمية استمرار التنسيق والعمل على تحقيق الاستفادة المثلى من الشراكة بين الجانبين، بما يعزز طبعا من تبادل المصالح والمكاسب المشتركة. في الحقيقة رغدة، يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي كان نشطا جدا أثناء هذه القمة، عقد عدد كبير من اللقاءات الثنائية مع عدد من الزعماء، وربما كان آخرها البارحة مع السيد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي. طبعا هناك مساحة مخصصة للقاءات الثنائية في هذه القمة، ليست فقط المائدة المستديرة أو الجلسات المعلنة التي تشارك فيها جميع القادة، ولكن دائما ما تكون في الأجندة هناك حوالي ساعتين مخصصة لعقد اللقاءات الثنائية بين الزعماء وبعضهم البعض. طبعا اللقاء مع شارل ميشيل تطرق إلى عدد من الملفات، طبعا التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي حول عدد من القضايا الإقليمية الهامة، طبعا على رأسها مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية والتداعيات السياسية والاقتصادية على مستوى العالم، طبعا بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في أفريقيا. وثمن رئيس المجلس الأوروبي جهود مصر في العمل على تسوية الأزمات القائمة بالمنطقة واستضافتها طبعا لأعداد كبيرة من اللاجئين ودورها المحوري في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وهي النقطة التي تهم القارة الأوروبية في المقام الأول ربما أكثر من أي نقطة أخرى، خاصة مع كل ما يحدث في القارة الأفريقية. إنجي، يعني إذا وددت أن أسألك عن نقطة هامة، أولا نحن تابعنا معك منذ أيام قليلة وجودك في البريكس وحصول الدولة المصرية على عضوية البريكس، وأنت تابعتي تفاصيل ما يحدث في القمة. الآن أنت موجودة في قمة العشرين، ولديك حسب ما أعرف يعني أنك لديك خبرة في مجال الاقتصاد، كيف تري أن مصر أصبح لها مساحة كبيرة في الحديث عن أفكار اقتصادية مختلفة، الحديث عن إصلاحات متفردة، وبصفة أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي متحدثا عن
عن القارة الإفريقية والدول النامية، كيف تجدي هذا التطور لمصر على المستوى الاقتصادي تحديدا يا أنجي؟ رغم يعني جيد للغاية أنك ذكرت قمة البريكس وقمت بهذا الربط. يعني نحن منذ بداية قمة العشرين عادة ما نربط بينها وبين قمة البريكس التي كانت منذ أسبوعين، وتم إعلان فيها أن مصر سيتم دعوتها لكي تصبح عضو دائم في البريكس منذ 2024. في الحقيقة قمة البريكس كانت قمة تاريخية، لأنها كانت القمة الأولى، أول مرة تقوم البريكس بدعوة عدد كبير من الدول دفعة واحدة للانضمام إليها. هذا طبعا توسيع مفاجئ بالنسبة للدول الغربية. وحتى في وقت البريكس تابعنا استجابات لحظية لما كان يدور في أروقة البريكس، منها ما يمكن ربطه بقمة العشرين، لأنه أثناء انعقاد قمة البريكس وحتى قبل إعلان انضمام مصر والدول الأخرى للبريكس، كان هناك تصريح للرئيس الأمريكي جو بايدن حول بعض الإصلاحات في صندوق النقد وفي بعض مؤسسات التمويل المالية العالمية، لأن هذه النقطة غاية في الأهمية، وتحدث عن بعض الإصلاحات في شكل تعاون بينها وبين الدول النامية، تحدث عن ضرورة وجود تسهيلات للدول النامية لكي تساعدها مؤسسات التمويل الدولية على اجتياز هذه المرحلة الاقتصادية الدقيقة. طبعا كل المراقبين الاقتصاديين اعتبروا هذه استجابة لحظية لما كان يدور في قمة البريكس، والرئيس الأمريكي جو بايدن أكد وقتها أن هذه النقطة سيتم مناقشتها في قمة الجي 20، وهو بالفعل ما تم مناقشته البارحة. وحتى الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن هذا الملف أثناء كلمته في الاجتماع الذي دار البارحة في قمة العشرين، لأن مسألة إصلاح شكل التعاون مع الدول النامية وتقديم مزيد من التسهيلات لها هو من مسؤولية الدول المتقدمة في الحقيقة، خاصة لأن كل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم سواء الدول المتقدمة أو النامية هي طبعا تؤثر بشكل أكبر على الدول النامية، ولذلك لا بد من إجراء إصلاحات في شكل التعاون بين مؤسسات التمويل الدولية وبين الدول النامية وخاصة الدول الأفريقية. طبعا مع القلاقل التي تحدث في القارة الأفريقية التي نشهدها كدومينو إفكت، طبعا الدول الغربية تحديدا تتخوف بشدة وتحاول أن تجد حلولا لتخفيف هذه الأزمة بشكل أو بآخر على الدول النامية، وطبعا لتخفيف أثر توسيع البريكس المفاجئ والذي بدأ، يعني هو مشوار بدأ بالفعل، ومن الواضح وطبعا كل قادة البريكس أكدوا أن هذا المشوار سيستمر على مدار القمم القادمة. لهذا فالنظرة مختلفة للغاية رغدة في قمة العشرين. الدول تحاول اكتذاب الدول النامية، ربما نستخدم لفظ مصالحة الدول النامية بشكل أو بآخر، مزيد من التسهيلات لها حتى لا تفقد هذه الدول في مقابل تكتلات اقتصادية أخرى. أنجي، بصفة مصر رئيسا لمؤتمر الكوب وهو مهتم في المقام الأول بالتغيرات المناخية، ولعل موضوع التغير المناخي من العناوين الرئيسة أيضا لقمة العشرين، كيف عزز هذا من وجود الدولة المصرية في قمة العشرين فكرة أنه مصر لديها مؤتمر مهم مثل الكوب 27 المعني بالتغيرات المناخية التي هي بالأساس من المواضيع الأهم في هذه القمة؟ بالفعل الكل أشاد طبعا بالرئاسة الفعالة لمصر لقمة الكوب 27، وهذه القمة في الحقيقة ترجمت آثارها على أرض الواقع. نحن حتى البارحة كنت أتحدث عن تقرير أخير يتحدث عن 107 مليارات دولار استثمارات تأسيسية أصدرته بلومبرج منذ فترة، استثمارات تأسيسية تنتظرها مصر. طبعا النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات كان قطاع الهيدروجين الأخضر، وقطاع الهيدروجين الأخضر في الحقيقة رغدة كان أول ما تم الحديث عنه وتم تقديمه كفرصة استثمارية تفتح شهية المستثمرين في أثناء الكوب 27. والدول خاصة الدول الأوروبية والولايات المتحدة مهتمة للغاية بملف التغيرات المناخية، والدول الأوروبية تحديدا بعد الأزمة الروسية الأوكرانية وبعد قطع الإمدادات من الطاقة الروسية أصبحت تسرع من وتيرة رغبتها في إيجاد حلول بديلة للطاقة،
وحلول طاقة نظيفة وجديدة ومتجددة. ولهذا فإن هذه الدول تنظر إلى مصر أولا كرائد في منطقتها مجال مكافحة التغيرات المناخية، وثانيا كبيئة صالحة للاستثمارات في هذا المجال طبعا لما تملكه مصر من موارد طبيعية. يعني ملاحظة مصر موارد طبيعية كبيرة ومتنوعة في الحقيقة، يمكن أن تولد الطاقة النظيفة والطاقة الجديدة والمتجددة، وخاصة قطاع الهيدروجين الأخضر هو ما عليه العين أكثر من قبل هذه الدول في هذه المرحلة.